عارفين بقى مين فيكم اكتر حد ادى فرصه ومين اكتر حد ادى فرصه تانية؟ انتوا تخيلاتكم كده ايه؟ منسي قبل ما اوريكم الاحصائيات. صراحه انا حاسس ان انا اديت فرص بشكل كويس. اديت فرص كتير. بصراحه اديت فرص كتير. طب علاء. والله انا حاسس ان انا ما اديتش فرص كتير. لا يعني قولوا بقى مين اكتر، يعني انت شايف ان انت اكتر واحد اديت ايه؟ فرصه ولا فرصه تانية؟ غالبا فرصه تانية. كنت الشرير يعني، انت كنت الشرير. والله ما كنتش الشرير. اعتقد انا وعلاء هنبقى فرصه تانية. انت فرصه تانية. اعتقد انا وعلاء. انا حاسه حمزه ادى فرصه اكتر واحد. انا حاسس ان انا وحسن فرصه اكتر. علاء ودلال ادوا فرصه ثانيه. ترى يمكن هي كانت متوازنه الموضوع فينا. كانت متوازنه. اكتر حاجه اتخانقتوا عليها كانت ايه قبل ما اقول لكم بقى فرصه ثانيه واشوف لكم الاخر؟ اكتر حاجه اتخانقتوا عليها اختلفتوا عليها؟ انا فاكر كويس كذا، على الاقل يعني موضوع الكهرباء طبعا ده فورشور. انا كنت شايف ان هو يعني من الاول عايز اديله دعم كبير قوي. واقول ولا خلاص؟ مش لا قول. انا فاكر كانت شركه ثانيه. شركه اللي هو الشاب الصغير. الشاب الصغير كان كان هو كان من جهه محدده انت شايفه ان هو عنده فرصه كبيره جدا وطموح، ومن جهه ثانيه حاسه ان هو انت هتعمل ايه وسط كل انت داخل عالم كبير وانت لسه في بدايه حياتك، وبجد خايفه عليه من الصدمات اللي جايه. ده يعني عالم ناس كبار. فاكرين اسمه انه شاب صغير لانه كانوا في كتير اسكندريه. اللي كان في اسكندريه بتاع اسكندريه. عمر بالظبط كده. طب تعالوا بقى نشوف الارقام بقى بالارقام معانا جراف يا جماعه، نشوف بقى مين اكتر. اهو مين بقى ادى الحكام فرصه اكتر حد، يعني منسي خلوه هنا اهو. منسي ادى 74 فرصه، حمزه 64، الدلال 59، علاء 54، وساره 52. يبقى اكتر حد ادى فرصه كان منسي. بس مش محضر هنا والله. يعني احنا انت قلت بالظبط يا حمزه من غير ما. مين قبل ما اعرض بقى الجراف الثاني بتاع فرصه ثانيه، ها مين اكتر حد ادى فرصه، يعني اللي هو فرصه ثانيه دي يا جماعه اللي هي لا خلاص شكرا يعني مش هينفع تكمل؟ علاء. وبعدين انا اعتقد يعني علاء وعلاء ودلال. بس انا طيب قوي والله. مش عارفه ما هو مش باين، ما هو بيبان بقى في الارقام. نشوف الارقام يا جماعه. محصورين فرصه تانية. مين ادى فرصه تانية؟ اهو بصوا. حسن شغال الاثنين. حد ادى فرصه تانية؟ ده اخر رقم عندي. علاء 100. عشان الرقم عندي طاير. 100 لعلاء. علاء انت اكتر واحد وطيب قوي. 79 منسي، ساره 78، دلال 72، وحمزه اطيب واحد. هو طيب جدا. انت طيب يا حمزه. حمامه السلام. كان دايما بيبقى فيه يعني في فرص شباب بتبقى عرضت الفكره بتاعتها واحنا قلنا لهم فرصه ثانيه وخلاص، في ثلاثه من الحكام ادوا الصوت بتاعهم، فاحنا مش محتاجين يعني مش عايزين ان احنا ما نشجعهمش، بالعكس هو الفكره ممكن تكمل، مش معنى ان هو خد فرصه ثانيه ان هو رحلته هتتوقف هنا. فلما كنت بقدر امتنع كنت بمتنع يعني.